لا هو فيه تذبذب، فيه تذبذب بالنسبة للبعض من المناطق في ولاية زوزو. اليوم رانا في سد تاكسمت اللي لحد الساعة المعطيات تقول باللي نوصهم رانا في حدود 52 مليون و 600 ألف متر مكعب. الكمية هذه حسب تصريحات المصلحة المستغلة للسد تضمن أكثر من تسع أشهر. الكميات اللي راها متوفرة، السد راه في حدود 30-32%. الكميات اللي راها كاينة تاع المياه فيها جزء اللي يجي مباشرة لواد تاكسمت، وفيه جزء يجي من واد سيباو. سان ترونسفير تحويل يندار لفائدة السد اللي راه في حدود 40 ألف متر مكعب يوميا. الوضعية ما تكونش بنفس الحدة للصائفة الماضية.